فلقيت المقلمة سعرها وصل ل 120 جنيه، قلت لا انا هشتري واحدة سعرها اقل شوية. فجبت ديب سعرها بسيط جدا، بس الحقيقة خامتها مش قد كده والسوستة رديئة جدا زي ما انتوا شايفين كده، بس مشكلتها الاكبر اما جيت احط المسطرة ال20 ما دخلتش زي ما انتوا شايفين، رغم اني قصيت منها 1 سنتي لكن برضو ما دخلتش. طب وعلى ايه؟ معانا ابرتنا ومعانا خيطنا، ويلا نعمل مقلمة على ذوقنا ومزاجنا وتشيل كل الادوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم، اتمنى لكم يوم جميل. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض ازاي عملت المقلمة الكبيرة دي بالشكل اللي احنا عايزينه، وكمان عملنا لها جيبين من ورا. الرسمة اللي قدام انا عاملاها بفن التابستري، الفن ده سهل بس عاوز تركيز. يلا بينا نشوف الادوات ونعملها مع بعض. بالنسبة للخيط اللي هنستخدمه هو خيط أليس ديفا، بس طبعا عشان الفتلة بتاعته رفيعة هنستخدمه على فتلتين او مجوز، بس ضروري جدا اول ما بنجيب الشلة لازم نربطها او نلفها على اي حاجة كده خشبة او عصاية عندنا علشان الديفا بيتلعبك. بما اني هشتغل مجوز فانا لفيت الخيط مجوز بالطريقة دي. هنحتاج 4 الوان، هنحتاج البني وده اختياري اللون الوحيد اللي ممكن نغيره لان لون الخلفية، وهنحتاج احمر واصفر وسماوي. بالنسبة للإبر هستخدم مقاسين من الإبر، هستخدم المقاس رقم 3 وهستخدم المقاس رقم 3.5. هنبدأ الأول بالتلاتة وبعد كده في شغل التابستري هنستخدم 3.5. تعالوا نشوف هنعمل إيه. الجزء الأول من المقلمة سهل، فأنا اشتغلت من غير تصوير، عملت 51 سلسلة باللون البني واشتغلت عليهم سطرين بني و27 سطر باللون الأحمر. أنا بعد السطور بين كل خط واضح للعين كده والخط اللي بعديه سطرين، فبنعد 2 4 6 8، ده بيسهل علينا العد. بعد ما خلصت 27 سطر باللون الأحمر هقفل آخر غرزة في الأحمر باللون البني، بعد كده هربط الطرفين بتوع الخيط مع بعض بالشكل ده وهشتغل 4 سطور باللون البني. بنرتفع 1 سلسلة وبنلف وهنشتغل رايح جاي 4 سطور باللون البني، وهنشطب الفتلة دي معانا. هخلص ال4 سطور وارجع علشان نكمل مع بعض الجزء التابستري من المقلمة. انا هنا خلصت 4 سطور باللون البني، زي ما قلنا اللون البني هو اللون الوحيد اللي نقدر نغيره في المقلمة بتاعتنا، تقدروا تعملوه مثلا رصاصي فاتح او اوف وايت، بس انا حبيت البني علشان يستحمل البهدلة بتاعت المدارس. هقفل اخر غرزة باللون البني زي ما احنا، ومن هنا هنبتدي نرقم السطور. هنعتبر السطر اللي هنعمله هو السطر رقم 1، وكمان هنغير الابرة لرقم 3.5، هنكبر الابرة شوية. هعتبر الجزء المقابل لينا ده هو الوجه بتاع الشغل، واي سطر هنشتغله عليه هيبقى سطر وجه، والسطر اللي من ورا هيبقى اسمه سطر ظهر. هرتفع 1 سلسلة واعمل اول غرزة باللون البني بدون سحب خيوط. من الغرزة التانية هنبتدي نسحب الخيوط. يعني ايه نسحب الخيوط؟ احنا عايزين ناخد معانا الاحمر وكمان هندخل الاصفر. هندخل في تاني غرزة، اسحب بس الاصفر كده علشان احنا لسه مدخلينه دلوقتي، وهخلي الإبرة تحت الخيوط بالشكل ده، وهعمل غرزتي باللون البني عادي جدا. الغرزة التانية أو الغرزة التالتة هتكون بدون سحب خيوط. يعني إيه؟ يعني هتاخر كده الخيوط بصوابعي وهدخل في الغرزة وأعمل غرزتي عادي جدا. الغرزة اللي بعدها هتكون بسحب خيوط، يعني همسك الأحمر والأصفر كده وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور الخيوط المسحوبة فوق الإبرة وهكمل غرزتي عادي. ده شكل الظهر بتاع الشغل. الغرزة اللي بعدها بدون سحب هدخل وأتاخر الخيوط وأعمل غرزتي عادي. ادي شكل الظهر. ليه بنسحب في غرزة وغرزة؟ لأ، علشان الوجه بتاع الشغل ما يبانش منه الخيوط المسحوبة. لو سحبتي في كل الغرز هتبصي تلاقي عندك الالوان كده منوره من الوجه وباينه ان انت سحبه خيوط من ورا. هكمل بنفس الطريقه، غرزه بسحب فيها الخيط وغرزه بتاخر الخيط واعمل من غير سحب، يبقى غرزه بسحب وغرزه من غير سحب. هو ده التابستري بكل بساطه. ادي شكل الوجه نضيف تماما، مفيش اي خيوط من خيوط الظهر باينه. اتفقنا ان ده اول سطر، بعد ما يخلص السطر هتلاقوا ظهر على الشاشة الشرح بتاعه، تقدروا توقفوا الفيديو وتشتغلوا من الصورة اللي هتظهر على الشاشة.
اشتغلت هنا 11 غرزة باللون البني، ومفروض ان هما 12، واخر غرزة بدون سحب خيوط دي الغرزة رقم 12. عشان اغير اللون بغير في اخر لفة بسحبها في غرزة الحشو، يعني هقفل اخر غرزة رقم 12 باللون الاحمر. بعد كده هبتدي اسحب الخيوط وهشتغل 3 غرز باللون الاحمر. اول غرزة في الاحمر بسحب، تاني غرزة من غير سحب هتاخر الخيوط واعمل الغرزة بتاعتي، تالت غرزة بسحب، ودي اخر غرزة في اللون الاحمر. مفروض دلوقتي هعمل 4 غرز باللون الاصفر، فانا هقفل اخر غرزة في الاحمر باللون الجديد. بعد كده هشتغل اول غرزة بسحب كده، 1 اصفر، 2 اصفر بدون سحب، 3 اصفر بسحب، وادي رابع واخر غرزة باللون الاصفر. هنقفلها باللون الاحمر علشان عندنا في الباترون 6 غرز باللون الاحمر. اول غرزة هشتغلها بسحب، وتاني غرزة من غير سحب، وهكذا هنكرر عدد 6 غرز باللون الاحمر. ده سطر وجه زي ما اتفقنا. سادس غرزة في اللون الاحمر هقفلها باللون البني. بعد ما اخلص كل لون لازم اشد القطعة كده كويس علشان القطعة ما تقوص مننا. طبعا ده سطر وجه. هقفل الغرزة رقم 6 باللون البني علشان عندنا في الباترون 25 غرزة باللون البني، يعني هما اللي فاضلين في السطر 25 غرزة، احنا طبعا الغرز بتاعتنا 50. هشتغل البني غرزة بسحب وغرزة من غير سحب. هخلص انا السطر كله وارجع لكم علشان نعمل سطر الظهر اللي هو السطر رقم 2. في معلومة مهمة، بعد ما نخلص كل سطر لازم تتعمل، ما ينفعش ما تتعملش، اللي هي ايه؟ اللي هي تفكيك الخيوط. طبعا تبادل الخيوط واحنا شغالين بيعمل تداخل كده بين الخيوط، فلو سبتيها سطر على التاني على التالت الدنيا هتتعقب منك، خصوصا ان الديفا متعب جدا في الحكاية دي. فالحل هو تفكيك الخيوط وفصل الشلات عن بعض. انا هخلص السطر الاول وارجع لكم. انا هنا خلصت 25 غرزة باللون البني وخلص السطر الاول اللي هو كان سطر وجه. تعالوا بقى نعمل سطر الظهر اللي هو شوية اصعب من سطر الوجه. هرتفع واحد سلسلة والف الشغل كده. طبعا الخيوط كلها لازم تكون على الظهر لان احنا بنشتغل سطر ظهر. هشتغل اول غرزة باللون البني بدون سحب، لازم اول غرزة تكون بدون سحب. في تاني غرزة هبتدي اسحب، هنزل الابرة تحت الخيوط كده وهدخل في الغرزة التانية اللي عليها الدور واعملها عادي جدا. هتاخر الخيط واعمل التالتة بدون سحب. في الرابعة هسحب الخيوط. في الخامسة مش هسحب، هتاخر الخيوط وهكذا. طب الصعوبة في ايه؟ الصعوبة في تبديل الخيط. انا مفروض دلوقتي هشتغل 25 بني، فهخلصهم وارجع اقول لكم ازاي هنغير للون الاحمر. ما تنسوش بعد ما تخلصوا كل لون تشدوا القطعة كويس. انا هنا عملت 24 غرزة باللون البني، وهعمل دلوقتي الغرزة الاخيرة ودي بدون سحب. ازاي بقى هبدل الخيوط على الظهر؟ اولا الخيط اللي معايا هسحبه تحت الابرة، والخيط الجديد هطلعه لبره. يبقى انا سحبت القديم تحت الابرة وطلعت الجديد لبره وقفلت اخر غرزة باللون الجديد. بعد كده هشتغل غرز اللون الاحمر اللي هما 6 غرز. اول غرزة بدون سحب، التانية هسحب الخيوط، التالتة بدون، والرابعة بسحب، الخامسة بدون سحب، واخر غرزة هسحب فيها الخيوط. بعد كده بعمل ايه؟ بسحب الخيط القديم تحت الابرة واسحب الجديد اطلعه لبره واقفل اخر غرزة. بعد كده هشتغل 4 اصفر. هشتغل اول غرزة بدون سحب، والتانية هسحب فيها الاحمر والبني بالشكل ده، هتاخر الخيوط واعمل غرزة بدون سحب. بستري عاوز تركيز مش اكتر. والاخيرة بسحب، هتاخر الخيط القديم تحت الابرة او هدخله تحت الابرة وهسحب الخيط الجديد لبرا واقفل بيه اخر غرزة. هكمل غرز باللون الاحمر، اول واحدة بدون سحب
والتانية هسحب فيها الخيوط. تالت واخر غرزة بدون سحب هسحب الخيط الاحمر تحت الابرة واطلع البني البرة واقفل بيه اخر غرزة. هعمل اول واحدة في البني بدون سحب وهكمل للاخر 12 غرزة بني. طبعا بعد نهاية كل سطر بيبقى الشغل مقوس بالطريقة دي، زي ما قلتلكوا لازم بعد تغيير اللون نشد اللون كويس ونفرد القطعة بتاعتنا. يعني بدلت من البني للأحمر، لازم أشد البني كويس جدا بالطريقة دي علشان القطعة ما تصغرش منكم وتتفاجئوا ان نص المقلمة اصغر من النص التاني. الخطوة التانية هي تفكيك الخيوط، لو 3 شلات او 4 خلي مثلا 2 على الترابيزة، واحدة يمينك واحدة شمالك، واثنين في الارض، واحدة يمين رجلك دي وواحدة شمال رجلك دي. تعالوا بقى دلوقتي نعمل السطر رقم 3. احنا خلاص اتعلمنا ازاي نبدل الخيوط في الوجه وفي الظهر، فكل اللي هعمله ان انا هشتغل السطر وارجع اقول لكم اشتغلته ازاي علشان الفيديو ما يبقاش طويل. ده السطر رقم 3 وده سطر وجه. عملت غرزتين باللون البني، 2 باللون الاحمر، 8 غرز باللون البني، 3 غرز باللون الاحمر، 4 غرز باللون الاصفر، و6 غرز باللون الاحمر. بعد كده اشتغلت 9 غرز بني و6 غرز احمر و10 غرز بني. ده السطر الثالث، سطر وجه. السطر الرابع وده كان سطر ظهر. اشتغلت ازاي؟ اشتغلت 6 غرز بني و6 غرز احمر، 3 غرز اصفر، غرزتين باللون الاحمر، 8 غرز باللون البني، 5 غرز احمر، 15 غرزة بني، 3 غرز باللون الاحمر، وفي الاخر 2 غرزة بني. ده السطر الرابع وده كان سطر ظهر. السطر الخامس ده كان سطر وجه. اشتغلته 2 بني، 4 احمر، 14 بني، 5 احمر، 5 بني، 4 غرز احمر، 7 غرز باللون الاصفر، 5 غرز احمر، و4 غرز بني. ده السطر الخامس. ده السطر السادس والسطر ده سطر ظهر. دخلت فيه لون العين، بس طبعا انا نسيت افكك الخيوط السطر اللي فات، شايفين الشكل عامل ازاي؟ حاجة تعقد بصراحة. دخلوا لون العين من السطر السادس وده سطر ظهر. تعالوا نشوف اشتغلناه ازاي. ابتدينا اول حاجة بثلاث غرز بني، 2 احمر، 4 اصفر، 3 احمر، لون العين 3 سماوي، 1 اصفر، 5 غرز احمر، 4 غرز بني، 15 غرزة احمر، 3 اصفر، 5 احمر، غرزتين بني. ده السطر السادس وكان سطر ظهر. ده السطر السابع وده سطر وجه. تعالوا نشوف اشتغلناه ازاي. اشتغلت اول حاجة غرزتين بني، 5 غرز باللون الاحمر، 3 غرز اصفر، 15 غرزة احمر، غرزتين بني، 3 احمر، غرزة واحدة اصفر، غرزة واحدة احمر، 3 غرز اصفر، 3 سماوي، 1 احمر، 7 اصفر، 2 احمر، 2 بني. ده السطر السابع وكان سطر وجه. السطر الثامن كان سطر ظهر. اشتغلته ازاي؟ اشتغلت غرزة واحدة بس بني، 2 غرزة باللون الاحمر، 9 اصفر، 1 احمر، 2 سماوي، 4 اصفر، 1 غرزة احمر، 1 غرزة اصفر، 3 غرز احمر، 1 بني، 15 احمر، 3 اصفر، 5 احمر، 2 بني. ده السطر الثامن سطر ظهر. السطر التاسع كان سطر وجه. اشتغلته 2 بني، 5 احمر، 3 اصفر، 20 احمر، 5 اصفر، 2 سماوي، 1 احمر، 8 اصفر، 3 احمر، 1 بني. السطر العاشر سطر ظهر. اشتغلته 1 غرزة باللون البني، 4 احمر، 8 اصفر، غرزة واحدة احمر، غرزة واحدة سماوي، 5 اصفر، 1 احمر، 2 اصفر، 15 احمر، 12 بني. ده السطر العاشر وسطر ظهر. السطر الحداشر ده سطر وجه. اشتغلت 12 بني، 7 احمر، 3 سماوي لقلب ايرون مان، و5 احمر، 2 اصفر، 1 بس احمر، 5 غرز اصفر، 1 بس احمر، 8 غرز اصفر، 5 احمر، 1 بني. ده السطر الحداشر.
السطر الاتناشر سطر ظهر. اشتغلته ازاي؟ اشتغلت اول حاجة غرزة واحدة بس باللون البني، بعد كده 5 احمر، 8 اصفر، 1 احمر، 5 اصفر، 1 احمر، 2 غرزة اصفر، 5 غرز احمر، 3 سماوي، 7 غرز احمر، 12 غرزة بني. ده السطر رقم 12. معنى كده ان احنا وصلنا لنص الرسمة بتاعتنا، يعني الرسمة اتنصفت. وفي التبستري طالما الرسمة اتنصفت هنبتدي نكرر السطور تاني بس تنازليا، بمعنى السطر التلاتاشر اللي احنا لسه هنبدأه هيبقى تكرار للسطر الحداشر. فكل اللي هعمله ان انا هقول لكم السطر والتكرار بتاعه في الاخر، هحط لكم برضو على الشاشة الباترون علشان تبتدوا تكرروا بشكل تنازلي. السطر اللي اشتغلته ده السطر رقم 13، وزي ما قلت لكم ده تكرار 11، وده كان سطر وجه. ده السطر ال14 وده سطر ظهر، والسطر ال14 تكرار للسطر رقم 10، وده السطر 15 تكرار السطر التاسع، وده سطر وجه. ده السطر رقم 16 وده سطر ظهر، وده تكرار للسطر رقم 8. ده السطر 17 وده تكرار للسطر 7. اوعوا تنسوا تفككوا الخيوط بعد كل سطر. ده السطر 18 وده تكرار للسطر 6. وفي السطر 18 اكتملت العين بتاعت ايرون مان، فخلاص احنا مش محتاجين اللون السماوي تاني، فانا هقصه علشان اخف بقى من لعبكة الخيوط دي. خلاص كده مش محتاجينه تاني، فهنقصه ونشتغل من غيره السطور اللي جاية. ده السطر رقم 19 وده تكرار للسطر الخامس، وده سطر وجه. ما تنسوش تفكيك الخيوط في كل مرة. ده السطر 20 وده تكرار للسطر الرابع، وكان سطر ظهر. السطر 21 كان تكرار للسطر الثالث، وده كان سطر وجه. ده السطر رقم 22 وده تكرار السطر الثاني، وده كان سطر ظهر. اخر سطر عندنا هو السطر رقم 23 وده تكرار للسطر الاول، وبالسطر 23 تكون اكتملت الرسمة بتاعت ايرون مان زي ما انتم شايفين كده. وخلاص انا مش محتاجة اللون الاصفر والاحمر، فانا قصتهم طبعا، بسيبه قطعة كده هتتشطب جوه الشغل. كل اللي هعمله دلوقتي اني هشتغل سطرين باللون البني علشان اكون نهاية الرسمة بتاعتنا خالص، زي الناحية التانية من الخلفية بتاعت الرسمة. انا هنا خلصت سطرين باللون البني. تعالوا بقى بالنسبة للقلب بتاع ايرون مان. طبعا صاحب المقلمة مش مقتنع ان هو يبقى مربع، فقال لي لا لازم دايرة. فهنجيب مسطرة الدوائر ونشوف كده دايرة تكون مناسبة للمربع ده، وهنبتدي نرسم دايرة حوالين المربع. طبعا مش عايزه اقول لكم ان كان المفروض ما يبقاش بالقلم الجاف الحقيقه، الافضل لو قلم الوان خشب عشان الجاف بيبقع. دلوقتي بقى هجيب ابره رفيعه وخيط وهبتدي اطرز الدايره دي، احاول اظبط الدوران على قد ما اقدر بغرز ضيقه جدا بالشكل ده، وهلف عليها مره واثنين وثلاثه بالخيط الرفيع لحد ما احس ان الدايره اتظبطت. بعد الدايرة ما تتزبط هنجيب خيط الديفا. طبعا الديفا بيكون ثلاث فتل في الفتلة الواحدة او في الخيط، هنفك منهم فتلة واحدة بس نربطها او نلضمها في الابرة، ونبتدي نعمل نفس الخطوة اللي انا بعملها دي بالديفا علشان طبعا يبان كده وينور. انا هنا زبطت الدوران، هعمل بقى القصة بتاعت خيط الديفا دي واخلصها وارجع اوريكم الشكل النهائي. هفك الفتلة كده وهظبط الدايرة وارجع لكم. دلوقتي هشتغل الجيوبة الخارجية بتاعت المقلمة، وهستخدم نفس الالوان اللي استخدمتها في المقلمة. هبدأ باللون الاصفر، هشتغل 17 سلسلة، بعد كده هرتفع كمان سلسلة يبقوا 18، وهرجع على 17 ب17 غرزة حشو. بعد كده هرتفع سلسلة وافضل رايحة جاية بالغرز لعدد 14 سطر. ده السطر الاول، اخلص ال 14 سطر وارجع لكم. انا هنا اشتغلت 14 سطر، بنعد 2 4 6 8. السطر ال 14 اشتغلت فيه 8 غرز بس،
ودلوقتي هعمل واحد سلسلة علشان أصنع فراغ للكبسولة اللي هركبها للجيب. بعد ما نعمل واحد سلسلة هنتخطى غرزة هنسيبها مش هنشتغل فيها، وهندخل في اللي بعدها ونبتدي نعمل كمان 8 غرز حشو الناحية التانية. دي الفتحة اللي هنركب فيها الكبسولة بتاعة الجيب، وده جسم الجيب، ولسه هنعمل له غطا بنفس الطريقة. دلوقتي هكمل بعد ما عملنا 8 حشو سلسلة هنعمل كمان 8 حشو الناحية التانية. بعد كده ارتفعت واحد سلسلة وعملت 8 حشو كمان، وصلت هنا للفراغ اللي احنا عاملينه للكبسونة. هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه واحد غرزة حشو بس كده، وهكمل السطر بتاعنا عادي جدا. هو الفراغ مش باين في الكاميرا بس انا هوريهولكوا دلوقتي. اهو دي الفتحة اللي هركب فيها الكبسونة عند الخردواتي. كل اللي هعمله دلوقتي اني هلف على القطعة كلها بغرزة الحشو بدون اي ارتفاع، اشتغل في كل سطر واحد غرزة حشو بالنظر كده، في كل سطر واحد غرزة بدون اي تزايد او تناقص. اخلص بقى هلف حوالين القطعة كلها وارجع اوريكم. ده طبعا السطر الاولاني، انا هنا خلصت السطر الاولاني ولفيت حوالين القطعة كلها. لما بنعملش تزايد في الاركان بيلف معانا الجيب طبعا من فوق مكان الكبسونة او فوق الكبسونة مش هنشتغل. هرتفع واحد سلسلة وارجع تاني بالغرز بنفس الطريقة، في كل غرزة حشو واحد غرزة حشو. انا هخلص وارجع اوريكم الشكل النهائي للجيب. هنا خلاص خلصت، هقفل بقى بسلسلة وقص الخيط علشان نعمل الغطا بتاع الجيب. طبعا السطرين دول هما العمق بتاع الجيب، لو انتوا حابينه يبقى اوسع من كده ممكن تعملوا كمان سطر تالت، بس انا مش عاوزاه اوسع من كده بصراحة. كده تمام قوي، يلا بينا نعمل الغطا. الغطا هنعمله بنفس الطريقة، هنعمل 18 سلسلة وهنرجع ب17 غرزة حشو، وهنشتغل رايح جاي عدد 6 سطور. ادي 6 سطور اللي انا عملتهم. بعد كده هنعمل زي ما عملنا في الجيب بالظبط، 8 غرز حشو سلسلة وهنتخطى غرزة، وفي اللي بعدها هنكمل غرز الحشو بتاعتنا 8 غرز للآخر. بعد ما اخلص هشتغل كمان سطر، انا هنا اشتغلت كمان سطر واحد بغرزة الحشو، ودلوقتي هرتفع سلسلة وهشتغل سطر بغرزة المنزلقة. منزلقة يعني بسحب اللفة من اللفة اللي على الابرة، وهنكمل بقية السطر بغرزة المنزلقة. وعادي جدا لو شديتوا ايديكوا شوية في غرزة المنزلقة علشان انا عاوزة في النهاية السطر يكون فيه الكيرف ده، شايفين الدوران ده، ده من غرزة المنزلقة. مش هلف حوالين القطعة بغرزة الحشو، انا خلاص هقفل بقى، هاخد سلسلة واقص الخيط، نسيبه قطعة خيط بس اللي هنركب بيها الجيب في المقلمة. ادي شكل الغطا مع الجيب. طبعا هنعمل كمان واحد بلون من الوان المقلمة، وهروح للخردواتي يركب لي فيهم الكبسين. اوريكم الجيب التاني انا عملته باللون السماوي، هركب بقى الكبسين واركبهم في المقلمة وارجع لكم. بالنسبة للجيب الداخلي للمقلمة هو طريقته بسيطة جدا، مفهوش اي حاجة. 34 سلسلة هشتغل عليهم 17 سطر بغرزة الحشو، استخدموا اللون اللي انتوا عاوزينه. وبعد كده هنلف حوالين القطعة بغرزة الحشو. السوستة بتاعته استخدموا اللون اللي انتوا عايزينه برضو. هنخيط الاول الجيب في ناحية واحدة كده من السوستة، وبعد كده هنركبه في المقلمة. طيب هنركبه فين؟ ادي المقلمة بتاعتنا، الرسمة هتكون كده، ده الوجه بتاع المقلمة. فالمفروض ان انا لما افتح كده يكون الجيب في وشي، يبقى هنا كده هبتدي اثبته. وتراعوا ان الجرار بتاع السوستة يكون على الشمال لان السوستة بتتفتح باتجاه اليمين. بالنسبة للجيوب الخارجية انا هركبت لها الكبسين زي ما قلت لكم عند الخردواتي، وركبتها في المقلمة بغرزة الحشو. اول حاجة رسمت الجيب على المقلمة بالقلم، وبعد كده مشيت على الرسمة بغرزة المنزلقة، وبعد كده ركبت الجيب. اللي مش فاهم الطريقة هسيب لكم في الوصف لينك فيديو بتاع الشنطة الزيتي الرجالي ورقم الدقيقة اللي فيها شرح الجزء اللي انا قلته ده.
علشان الموضوع يبقى سهل عليكم. كمان انا خيطت الجيب الداخلي بتاع المقلمة، ده طبعا بيكون قبل الجيوب الخارجية. يعني الاول خيطت الجيب الداخلي وركبت السوستة بتاعته، الخياطة كلها على ايدي، انا المكنة بتاعتي مش شغالة. طبعا بالنسبة للجزء ده في ناس هتبقى مش حابة الشكل ده، ممكن تجيبي قطعة من البطانة مستطيل على قد القطعة دي وتخيطيها لو انت مش حابة الشكل ده. انا بالنسبة لي عادي، انا مش شايفة فيها مشكلة، وكمان المقلمة بغرزة الحشو يعني مش هتوقع منها الحاجة. تعالوا بقى دلوقتي نعمل الجناب بتاعة المقلمة، هستخدم فيها لونين برضو، هستخدم البني وهستخدم الاحمر. هستخدم الإبرة الصغيرة رقم 3 وهعمل أول حاجة 25 سلسلة باللون البني. بعد ما اشتغلنا 25 سلسلة من تاني غرزة بعد الإبرة، هبتدي أشتغل في كل سلسلة واحد غرزة حشو، هشتغل بالضبط 23 غرزة حشو. هنا اشتغلت 23 غرزة حشو، وتفضل عندي واحد سلسلة هشتغل فيها 3 غرز مع بعض، 1 2 3، بس الغرزة التالتة هختمها او هقفلها باللون الاحمر. بعد كده في نفس السلسلة هشتغل 3 غرز باللون الاحمر، 2 3. بالنسبة للخيط البني مش هنعمل فيه اي حاجة، هنسيبه كده زي ما هو وهنكمل شغلنا باللون الاحمر عادي. ممكن اشطب كمان الفتلة دي معايا وهكمل باللون الاحمر 23 غرزة حشو باللون الاحمر، هخلصهم وارجع لكم. هنا بعد ما عملنا 23 غرزة باللون الاحمر هرتفع واحد سلسلة وهرجع تاني فوق كل غرزة حشو 1 غرزة حشو. بعد ما خلصت 23 غرزة باللون الاحمر هنبتدي دلوقتي نعمل تزايد، ادي واحد تزايد. الغرزة اللي بعدها هنعمل غرزة واحدة بس، الغرزة اللي بعدها هنعمل تزايد يعني 2 غرزة باللون الاحمر بس، الغرزة التانية هنقفلها باللون البني اللي احنا كنا سايبينه. خلاص بقى انتوا اشتغلتوا تابستري وبقيتوا شاطرين. هنعمل دلوقتي تزايد باللون البني، بعد كده غرزة واحدة بس في الغرزة اللي بعدها، والغرزة اللي بعدها تزايد، وده اخر تزايد عندنا. كده احنا خلصنا الدوران، هنكمل بقى كمان سطر باللون البني، او هنشتغل 23 غرزة حشو باللون البني، يبقى الجنب بتاع المقلمة خلص، هخلصه وارجع لكم. انا هنا اشتغلت 23 غرزة باللون البني وخلص الجنب بتاع المقلمة، هقفل بقى بسلسلة واقص الخيط واسيب قطعة كده من الخيط البني اللي هركب بيها الجنب في المقلمة، وبرده من الخيط الاحمر هسيب قطعة. انا عملت القطعة التانية بس في اختلاف بسيط، كل الحكاية اني زودت سطرين بس في الطول، وكمان عملت هنا 7 سلاسل وقفلت بمنزلقة، بعد كده رجعت على السلاسل ب7 غرز حشو. دي الحلقة اللي همسك منها المقلمة لما اكون بفتح السوستة. التركيب هيكون ازاي؟ طبعا احنا عاملينها نص احمر هيبقى ناحية الاحمر، ونص بني ناحية البني، والدوران هيكون من تحت بالشكل ده، واخيط كل غرزتين قريبين من بعض مع بعض باللون بتاعهم، يعني الاحمر طبعا هخيطه بالاحمر والبني هيتخيط بالبني. وراعوا ان الجنب ده يكون فوق الشغل، يعني الجنب هيكون فوق المقلمة مش جوه المقلمة. طبعا دي الناحية اللي فيها الحلقة هتكون على الشمال. انا هنا ركبت الجنب الاولاني، حبيت اوريه لكم. طبعا البني ناحية البني والاحمر ناحية الاحمر والدوران من تحت. الناحية التانية بنفس الطريقة هركب الجزء التاني، وتراعوا طبعا في تركيب السوستة ان الجرار يكون ناحية الشمال، ضروري جدا عشان فتح السوستة يكون في اتجاه اليمين. انا هنا خلاص خلصت وركبت كل حاجة والمقلمة بتاعتنا خلصت، ولا الحوجة للمقالم الصيني الغالية، عملنا حاجة زي ما احنا عايزين. وعلى فكرة الطفل اللي طالب المقلمة دي بيعشق ايرن مان، يعني الشخصية دي بالنسبة له هي شخصيته المفضلة. بصوا الاتساع من جوه، المقلمة واسعة جدا،
مقاسها 24 × 12 سنتي يعني تشيل كل حاجة. انا لسه طبعا هجيب الوان خشب والمساطر بقى مثلثات المنقلة كل حاجة كل حاجة. اتمنى يا رب تكون المقلمة عجبتكم ويكون تنفيذها سهل بالنسبة لكم. اي سؤال تحت امركم في الكومنتات، ياريت لايك الفيديو ده واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اشكركم جدا جدا واتمنى لكم عام دراسي سعيد، كل سنة وانتم طيبين عليكم وعلى اسركم، اشوفكم في عمل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.